مراحل كما سبقت قلت بانه الحمد لله وصلنا الى المحطه ديال مقابل الافتتاح، ونظن بانه المستوى ديال التهيئه والاستعداد لهذا يعني المراسم افتتاح دارت الدس في اجواء جميله، وكنظن بان توفقنا فيها رغم اننا كنا كنطمحوا يكون اكثر من الشهاده، ولكن للاسف الحاله الوبائيه والظروف اللي كاينه في البلاد وفي العالم مسمحناش باش نقدموا داكشي اللي كان في الراس ديالنا. بالمناسبه ما يمكنش نشكر دائما الامناء ديال البشر العالم اللي شنو عبر العالم اللي صراحه بدون وجود معنا باش وصلنا لهذا النهار هذا. الحمد لله كان هذا حلم وتحقق، يعني دوزنا محطات ديال اللقاءات التواصليه، التواصل مع الجمعيات، تكرفصنا شويه في الوراق، وصلنا لمحطة القرعة اللي دازت في واحد الأجواء عالية وفي واحد المستوى عالي اللي ما عمرو داز في العرايش، وهذا أنا فخور به وفخور باللجنة المنظمة اللي معايا. وصلنا لمحطة ديال المباراة الافتتاحية، وأنتم كيفاش كتشوفوا الأجواء؟ الحمد لله دازت في ظروف الحمد لله. نعم، وأهم ما تميزت به في البداية هو تكريم ديال الفعاليات الرياضية، يعني وهذا يعني واحد الاعتراف للأطر الرياضية اللي ساهمت في تنمية كرة القدم بمدينة العرائش. بطبيعة الحال حنايا اغتنمنا الفرصة، حنا ما تفوتناش هذه الفرصة هذه باش كنجيبوا يعني وجوه قديمة اللي عطات الكرة للعرائشية وقدموا الكثير، كرمناهم الحمد لله ولو هي معنويا بشهادة تقديرية يعني رمزية. في نفس الوقت جبنا أطفال صغار تا هما شاركوا، ودخلنا الحمد لله يعني الفئة العمرية الصغيرة تا هما نشكرهم عليه الحمد لله، وكنظن بأننا موفقين الحمد لله. نعم، وفي البداية يعني بالنسبة لمباراة الافتتاح يعني اللي انطلقت كذلك المراسم كلها يعني جرات في الوقت التوقيت ديالها، وهذا كذلك يعني التزام بالأجندة ديال الدوري، يعني كنلاحظوا بأن هناك التزام بالمواعيد، وهذا يعني كيدل على الاحترافية ديالكم يعني في التنظيم، يعني يمكن تقول يعني على الحمد لله حنايا على هذا الموضوع هذا ديال تجربة كبيرة في التنظيم، ولكن الإخوان اللي جلبت يخدموا معايا عندهم تجربة، عندهم تجربة كبيرة عبر سنين، الحمد لله بانت الاحترافية ديالهم، وبان يعني الصورة اللي عطينا منذ البداية ديال المونديال إلى هذا اليوم الافتتاح، عطينا صورة جيدة، وهذا الشيء هذا الحمد لله كنظن بأنه حنا فخورين به.